الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره وهو الكريم المنان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأكوان، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وقدوتنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الذي دعانا إلى توحيد الملك الديان وجمع القلوب على ذكره لبلوغ منازل الشهود والعرفان. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم وتحنن وتكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله تعالى وراقبوه، واعلموا أنكم يوم القيامة ملاقوه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أعظم نعمة وأرفع هوية وأشرف نسبة هي أن ينتسب المرء إلى الإسلام، وأن يكون من أتباع وأنصار وأشياع المصطفى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وآن. وهذا مما امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده، كما جاء في قوله جل شأنه: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فانتسابنا لهذا الدين العظيم منبع العزة ومصدر الشرف، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. روى الحاكم في مستدركه وصححه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنا كنا أذل قوم، إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وإن اعتزاز المسلم عباد الله، إن اعتزاز المسلم بالانتماء لدينه هو وصف لا ينفك عنه حتى في لحظات الضعف والهزيمة، لأن دين الله قائم بالله عز وجل، وما كان لله دام واتصل. ولنا في نبي الله عز وجل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عبرة في هذا المعنى، إذ يلقيه إخوته في غيابة البئر ليباع بأبخس الأثمان، ثم يتعرض لفتنة امرأة العزيز فيسجن مظلوما على الرغم من طهارته وعفافه. ومع كل هذه الابتلاءات والامتحانات والاختبارات، لم يمنعه ذلك أن يجهر في محبسه باعتزازه بدينه وعراقة نسبه وانتمائه إليه، فيقول كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن العظيم، قال سبحانه: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فكان الجزاء من جنس العمل، وامتن الله تعالى عليه بعد محنة السجن بأن صار عزيز مصر وحاكمها، وجمع له بين الملك والنبوة بفضل عزته بدين الله عز وجل ونبذه لما سواه من الضلالات والانحرافات الفكرية والعقائدية. معاشر المسلمين، إن انتماء المرء لدين الإسلام يحمل معنى الاستسلام لله وتوحيده
والانقياد له بطاعته، وثمرة هذا أن يؤثر الدين في سلوك المتدين، كما قال سبحانه وتعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فكما يظهر أثر الصباغة في الثوب، كذلك تظهر أثر الديانة على المسلم. فحقيقة الاتباع والاعتزاز بالدين ليست شعارات أو دعوى باللسان، بل هو عمل ومتابعة وانقياد وموافقة. يقول سيدنا سهل بن عبد الله التستري رضي الله تعالى عنه: من لم ير ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ولم ير نفسه أنه في ملكه لا يذوق حلاوة سنته. ويقول الشيخ سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، ما حقيقة المتابعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رؤية المتبوع قبل كل شيء وبعد كل شيء وفي كل شيء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أيها المؤمنون، إن الله تعالى كتب على الأمة إن هي تخلت عن خصائصها ومبادئها والاعتزاز بدينها أنها في انحطاط في عقيدتها وأخلاقها. وإن مما خاف منه المصطفى صلى الله عليه وسلم أيما خوف على أمته التبعية لأعداء الإسلام، وأن يبلغ بها الإعجاب والافتتان إلى أن يحذو حذوهم ويسيروا في ركابهم. فعن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والسنن هي الطرق. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب دخلتموه وراءهم. قالوا: أهم اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن غيرهم. ولم يعد خافيا، عباد الله، اغترار كثير من المسلمين بسبب جهلهم وتعلقهم بأعياد النصارى والافتتان بها، جهلا منهم بخطورة ذلك على قلوبهم وإيمانهم وأخلاقهم، وخطورة ذلك على الناشئة من أولادهم، وما دروا بأن مشاركة النصارى في أعيادهم هي مسألة عقيدة وديانة، بل وكفر وإيمان، لأن المشاركة هي نوع من التشبه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، فإن كان في صلاح فهو في صلاح، وإن كان في فساد فهو في فساد، نسأل الله العافية. لهذا معاشر المسلمين، لهذا تواترت نصوص الشريعة الإسلامية على حصر الأعياد في الإسلام على عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، وأن ما سوى ذلك من الأعياد إنما هو باطل فاسد لا يعترف به الإسلام ولا يقيم له وزنا. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة المنورة التي تنورت بوجوده صلى الله عليه وسلم، وجد أهلها لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما أيام الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وقد فسر شيخ المفسرين سيدنا مجاهد رحمه الله ورضي عنه، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، فسر قول الله سبحانه:
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فسر الزور هنا على أنها أعياد المشركين. ويقول سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول ويحذر من خطورة التبعية العمياء: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. نسأل الله العافية. احذروا عباد الله، احذروا عباد الله من متابعة خطوات الشيطان، وحصنوا أنفسكم، وحصنوا أولادكم، وحصنوا أهليكم بلزوم مجالسة عباد الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وأنعِم وتحنَّن وتكرَّم عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأمة. أما بعد، معاشر المسلمين، إن مشاركة النصارى في أعيادهم لا تقتصر على الحضور فقط، بل هناك صور أخرى كثيرة كالتهنئة بالقول، أو إهداء شموع، أو حلويات، أو تأجير فنادق، أو تأجير مساكن لأجل المعصية أو غير ذلك. فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. جاء في كتاب المدخل للإمام الفقيه ابن الحاج العبدري المالكي رحمه الله ورضي عنه قال: سئل الإمام ابن القاسم من أشهر تلامذة الإمام مالك وحامل مذهبه من بعده، سئل ابن القاسم رحمه الله عن الركوب في السفن التي يركب فيها النصارى لأعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم لكفرهم الذي اجتمعوا عليه. يقول: وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له، ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم. ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا في مصلحة عيدهم؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، أي يسلفون دابة، ولا يعانون على شيء على كفرهم. قال: وهو قول مالك وغيره من أئمة المذاهب، لم أعلم أحدا خالف في ذلك. فالحذر، الحذر عباد الله، الحذر من مشاركة النصارى بعيدهم، ففيه الخطر البالغ على إيمان المسلم وقلبه. وكيف ترضى، كيف ترضى أيها المسلم أن تشاركهم وأنت تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. كيف تفرح لفرحهم وأنت تتلو قول رب العزة تبارك وتعالى في آياته: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما، يكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا،
وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً. كيف يطيب لك أيها المسلم النقي التقي المحافظ على فروض الله العارف لحدود الله أن تفرح وأن تسعد بعيد قوم لم تهتز لهم شعرة واحدة لقتل إخوانك بفلسطين وغزة، والذين لو سفك دم حيوان عندهم وليس إنسان، لو سفك دم حيوان وليس إنسان لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها ولا ثأروا له وانتقموا له أيما انتقام. فراجعوا عباد الله، راجعوا علاقتكم مع ربكم سبحانه، واعتزوا بدينكم، وارفعوا رأسكم عاليا في الأمم. فنحن أمة خير الأنبياء والمرسلين، ونحن أمة القرآن المبين، ونحن أمة الصلاة والتهجد، ونحن أمة التدين، ونحن أمة الإيمان والتقوى واليقين. ألا واشكروا نعمة الله عليكم بأن خصكم بنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم النبي المكين. صلوا عليه وأكثروا من الصلاة عليه امتثالاً لأمر ربكم سبحانه وتعالى القائل في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وترياق الأرواح وغذائها، وعلى آله وأصحابه في كل لحظة ونفس وحين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادات الحنفاء المميزين من بعده بالرعاية والولاية والاصطفاء، ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس سيدينا حمزة والعباس الطاهرين المطهرين من الشرك والأرجاس. وارض اللهم عن القمرين النيلين الحسنين الأحسنين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانتي نبي هذه الأمة سيدنا أبي محمد الحسن وسيدنا أبي عبد الله الحسين. وارض اللهم عن أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء البتول الطاهرة، وعن جدتهما سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين، وعن مولاتنا عائشة الحميرة الصديقة بنت الصديق، وعن كافة أزواج نبيك الصادق الوعد الأمين، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن مشايخنا وأهل السلسلة والسند أجمعين ووالدينا وعنا معهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالطيبات الصالحات أعمالنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم فارق الحب والنوى، آت كل امرئ ما نوى وخير من ما نوى. اللهم إنا نسألك بكل عزيز عليك، اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله، إنا نتوجه بك إلى ربنا لأهلنا في فلسطين وغزة. اللهم ارفع عنهم، اللهم ارفع عنهم، اللهم ارفع عنهم، اللهم تجلى عليهم باسمك الغفار، اللهم تجلى عليهم باسمك الرحمن، اللهم تجلى عليهم باسمك الرحيم. اللهم ارفع عنهم مقتك وغضبك، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تقر به أعين المسلمين من عبادك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في فلسطين وغزة، اللهم أرهم يوما عظيما، اللهم أرهم غزوة كغزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين،
واجعلها بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين، واجعلها من البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة، واجعل من السر المصون حزها، واجعل من السر المصون حزها، واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.